السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم بعدنا مع النيو يوزر. إذا حبيت أنت تصنعهم واحد واحد كون أنه هم مو موجودين، مثلا ما عندك أكتيف دايركتوري هذا أول مرة، فتجي تعبي الأسماء، اسم محمد مثلا، محمد at خلينا نقول المنظمة، أوكي codeforiraq.org مثلا. first name هو محمد واللاست نيم هو عيسى او حميد، وات ايفر. بيرسونال مسج ممكن تكتب لي اياه. اند هذا شنو؟ عفوا احنا كنا مختارين الانفايت، هذا شنو؟ تكتب له بيرسونال ايمج، وبعدين تضيف له اللوكيشن مالته والى اخره من امور. هاي اذا تريد ترسل لهم اياه. اما اذا تريد تصنع يوزر في داخل الدايركتوري لازم تختار كرييت يوزر، تمام؟ الانفايت يوزر ممكن ترسلها مرة واحدة لكلهم أو واحد واحد عن طريق تعبئة هذا الفورم وتقول له invite. أما إذا تريد تخلق user موظف عندك، خلاص لاحظ يتحول إلى create، فتجي هنا لا تنسى create user. إذا تريد تصنع user واحد واحد تصنعهم، فهنا example مثلا نقول له محمد والname مالته محمد، first name لاحظ هنا أيضا يعطيك معلومات طبعا، أوكي. فهنا هو اسمه محمد، first name محمد، last name انا كتبت لعيسى. الباسورد انت ممكن تختار له باسورد، نختار له باسورد. and الجروب في حالة اذا انت تريد تضيفه في جروب معين، الجروب سام نقدر راح نجي نقدر نشوفه، نشوف شنو الجروبات اللي نقدر نصنعها. يعني مثلا تقدر تضيفه قسم ال HR عندك، قسم المبيعات، قسم المهندسين، قسم ال واداريين والى اخره من امور. الرولز هذا هنا النوع اليوزر، اوكي ممكن تختار نوع اليوزر ايضا، تمام. انا راح اضع يوزر عادي فاقدر اغلقه منه. لاحظ بلوك ساين ان نو، اريد لما يجي يعمل ساين ان اكيد مفروض لازم يدخل. يوزر لوكيشن او يوسج لوكيشن عفوا، اقدر اقول له ايراك حتى يختار لي احسن مكان كداتا سنتر اقرب. عن جوب انفو هنا job title مالتك شنو والديبارتمنت شنو، مثلا خلينا نقول هو IT وهو Azure Cloud Developer بهذا الشكل، واجي اقول لك create. هذا طبعا ما قبل، ليش؟ لانه لازم اختار باسورد اقوى، كون انه انا اختارت باسورد ضعيف. خلينا نشوف هذا يمكن راح يقبله. create that's it successfully. فصار عندي يوزر محمد، لاحظ رجعني للقائمة الرئيسية، وأقدر أصنع مثلا يوزر آخر create user لا تنسى. and هنا مثلا عيسى راح أصنع، والname أيضا عيسى، الfirst name عيسى، اللاست نيم حميد، و let change password. اوكي جروب ما راح أضع، اللوكيشن هو إيراك، و الجوب تايتل أجور داتابيز ديفلوبر مثلا، وقسم ال HR. تمام صار عندي اثنين يوزرز. فإذا حبيت انه اجي هنا عندي طبعا جيت ستارت او جيت ستارت، هنا عندك مجموعة معلومات ونصائح اذا تحب انه تشوفها. بلس اليوزرز هنا عندي اليوزرز، لاحظ عندي هذا اليوزر عيسى عند محمد، وهذا مايكروسوفت اكاونت، بس هذول اجور اكتف دايركتوري. زين اليوزر تايب هو ممبر، وهذا هو الايميل، تمام. هذه هي الايميلات اللي احنا صنعناها، صح؟ شوف انطالك ايميل عيسى at sully.org.onmicrosoft.com، هذا التابع له and لمايكروسوفت. طبعا هذا كون انه انا الحساب مالتي مجاني، بس لما اجي ادفع فلوس لا اقدر اغيره، اعمل اكتف دايركتوري خاص بيا. فهنا عندك السورس مالته هو اجور اكتف دايركتوري. بلس الديليتد يوزر هنا راح تشوفه اذا في عندك يوزر ديليت، تمام. عندك الباسورد ريسيت، وعندك اليوزر سيتينجز اللي هو شنو؟ User can register application yes no restrict access to Azure AD administrator portal أكيد no، ما أريد يدخل البورتال، البورتال هو هذا الكنترول بانل ده يظهر لك. زين
LinkedIn account connection allow user to connect their work or school account with LinkedIn. يعني تسمح انه يربط مع LinkedIn. هنا معطينا yes. And هنا عندك طبعا هنا انا السكشن اليوزرز. كل يوزر لما تعمل لك كليك يطلع لك الخصائص مالته. يعني هسه عندك مثلا هذا عيسى يوزر ساين ان، راح يطلع لك كم مره عمل ساين ان في التواريخ. زين جروب مع كم جروب هو صفر. ايدنتيتي يطلع لك المعلومات مالته الشخصيه. هنا جوب تايتل اي وحده من عندهم اذا بي اخطاء تقدر تعمل لها اديت، لاحظ، وتعمل اديت في اي وقت تريد تعمل لها اديت. تمام، تقدر تعمل لها اديت وتقول لها سيف، فهذا عمل لك سيف. هذا فيو راح يرجع مثل ما كان. اديت لا، راح يسمح لك بالتغيير ايضا. زين فيو ريسيت باسورد، في حالة اذا الباسورد خطا تقدر تعمل ريسيت للباسورد. الا تليت ممكن تحذفها. ريفرش اذا تريد تعمل ريفرش المعلومات مالتها. اساين رول، هنا الرولز اضافه الرولز هنا مثلا تقدر تقول اد اساين وتقدر تختار من هنا الرولز المعينه. عندك هنا الادمنستريتيف يونت، وعندك هنا الجروبس. هنا الجروبات تقدر تعمل جروب اد ممبر لجروب معين، بس احنا ما عندنا جروب حاليا. ابلكيشنز التطبيقات، لايسنس الرخص، الديفايسز هذه هنا الاجهزه. هاي كل الاشياء تابعه علما لجماعه الاكتيف دايركتوري وجماعه السيرفر ادمن، يفهمون هاي التفاصيل كلها. خلونا نوقف هنا، نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.